proof was made. But I have to want to live or want to know what I'm doing. What happened to my life? What happened to my يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يغنى عدل ولا تنفع ولا شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بدل إبراهيم ربه لإبراهيم فأكرمهن قال إني جاعل الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإني جعلت لك مخافة للناس وما واتخذوا من مقام إبراهيم مصطفى الأمن والمؤلاء ويأتى ربنا قال ومن كفر فمتعوه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير فإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال واجعلهم بمن يكون ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن تولى ثم يسأل من الله قال الله القائل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين هل لقاك رب العالمين قرآتك علي مولا আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কবলা হুজুর গৌসুল বর আলহাজ মৌলানা শাস্ত্রী সৈয়দ বাবা মঈনুদ্দিন আহমদ আল হাসান উল হুসাইন আল মাজ ভান্ডারি চন্দ্রবাসী কি উৎসরী উপলক্ষে আল্লাহ খতমে কোরআনের ব্যবস্থা করা হয়েছে মৌলা আল্লাহ খতমে কোরআনের শেষে আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কবলার রোজা পাক এর বকশিশটি আপনি কবুল আর মঞ্জুর করুন আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আজকের এই উরুস ফাতে শরীফকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর আর মঞ্জুর করুন আল্লাহ বাবা সাইফুদ্দিন আহমদ আল হাসান উল হুসাইন আল মেজবানের দীর্ঘ হায়াতে ও সুস্থ দান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল বাবা মঈনুদ্দিন আহমদ আল হাসান উল হুসাইন আল মেজবানের উসিলা আমাদের সকলকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করুন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আল্লাহুম্মা জাআল আখির কালামিন ইনদা দুনিয়াতি সাফরাতিল মউত শাহাদাতু ওয়াল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ